اليوم راح نتكلم أنا وياكم عن شكل الجسم المثلث المقلوب. إذا أول مرة دخلتوا على هذا الفيديو مو عارفين أنا عن شنو أتكلم أو مو عارفين أنتوا شنو نوع جسمكم، فشوفوا هذا الفيديو تكلمت عنه عن أنواع الجسم الأجسام الخمسة وكيف نأخذ قياساتنا الصحيحة علشان نعرف شنو هو نوع جسمنا، وبذلك نعرف شلون ننسق القطع المناسبة للملابس لجسمنا ونعرف الرياضة الصحيحة إليه. هذا الفيديو اليوم راح نتكلم عن جسم المثلث المقلوب. ليش مقلوب؟ لأن كمية الدهون أو تركيز أو الحجم الأكبر هو بالمنطقة العلوية، وتيجي شوية الخصر ويجي الحوض أصغر شيء، يعني أصغر شيء عندنا هو الحوض وأكبر قياس اللي هو الأكتاف. ومن المشاهير اللي عندهم هذا الجسم أكبر مثال اللي هي ياسمين صبري. طبعا النساء اللي عندهم هذا الجسم الجسم المثلث أكثرهم أجسام الرياضية، النساء اللي تسبح، لأنهم لما يسبحون يستخدمون عضلات الأكتاف، فصير هنا الأكتاف أكبر وأعرض من باقي المناطق الجسم. فأصحاب الجسم المثلث المقلوب بما أنه يكون الجسم عندهم اللي فوق أكبر من القسم اللي تحت، فعلشان نخليه متناسق راح نعرف شنو نلبس بالقسم السفلي وشنو نلبس بالقسم العلوي وشنو ما لازم نلبس. خلينا نجي من الألوان، من ناحية الألوان. الألوان إذا كان عندنا شيء صغير نريد نكبره فنلبس أشياء فاتحة. إذن أصحاب جسم المثلث المقلوب اللي هو من تحت عندهم الحوض والرجلين اللي هي أصغر شيء، فلازم يلبسون تحت أشياء فاتحة علشان تكبر هذه المنطقة. أما فوق بما أنها كبيرة فيلبسون الغوامج، أي شيء غامج، وأكيد لازم يبتعدون عن أي شيء هنا بباف بحجم بفاليو. الكتافيات يبتعدون عنها لأن هذا الحجم أوريدي هو كبير، ما أريد نبرزه بعد ويصير أكبر وأكبر. طبعاً وايد يخبطون بين الجسم المثلث المقلوب وبين جسم التفاحة، فيقول لا هذا جسم تفاحة ما أدري شنو. لا، جسم التفاح يكون التركيز أكثر شيء وين؟ بالبطن. أما المثلث لا، التركيز يكون الأكتاف أكبر، ممكن يكون حجم الصدر أكبر، بس بجسم التفاحة أغلبه من حجم الصدر يكون أصغر. طبعاً أكيد ابتعدوا عن الأشياء أو القماشات اللي هي الضابة على الجسم علشان ما تعطي هذا اللوك الحاد اللي هو عريض من الأكتاف وضعيفة من تحت. التيشيرتات او القمصان حرف الفي حرف السبعة حلو انهم يلبسونه لان فتحة الصدر على شكل سبعة تصغر من منطقة الاكتاف. تبتعدون بعد عن الملابس اللي بيها كتف واحد اللي هي مثلا هنا اكو كم وهنا ما في كم، لان هنا راح يبرز حجم كبير للاكتاف. فتحة الصدر اللي تكون بهذا الشكل او تكون الاوف شولدر اللي هي لهنا طايحة تحت هم بعد تتجنبونها، احنا ما نريد نبرز حجم شكل الكبير للأكتاف. طبعا كلش حلو انهم يلبسون التيشيرتات او القمصان اللي فيها لفة وفيها الربطة علشان تبين الخصر اللي تكون بعد في الضيقة واللي تجي منفوشة من تحت. طبعا هذا الديزاين وايد مناسب حق اغلب اشكال الجسم. طبعا تجنبوا بعد الاوفر سايز اللي هي الاشكال الكبيرة، مثلا الجاكيتات الاوفر سايز الاحجامها تكون كبيرة، الاشياء العريضة وايد، لان هاي اذا لبستوها راح تبينكم اكثر من وزنكم. بالمنطقة السفلية حلو انكم تلبسون الجينزات او البنطلونات العريضة، البنطلونات اللي بيها الجيوب كثيرة كبيرة من ناحية الخصر، التنانير العريضة لان هنا مثل ما قلنا المنطقة كلش صغيرة ونريد نكبرها، فنكبر بهذا الحجم، نلبس تنانير عريضة، نلبس بناطلين عريضة، نلبس اشياء بيها زغرفات او بيها شغل كبير يعني مبين وين الحوض علشان شنو يعطينا تناسق مع الاكتاف من فوق، فيصير حجم الاكتاف مع الحجم الحوض مناسبين مع بعض. الفساتين اللي فيها حزامات، الفساتين الملفوفة، الفساتين اللي هي الاي لاين تجي عند الخصر ضيقة بعدين تنزل واسعة. الجامب سوت هم كلش حلو، هسه موطة درجت على الآونة الأخيرة، فحلو انكم تلبسونه خصوصا يكون اللي بيه بنطلون يكون واسع وبيه خصر، هذا كلش حلو. أهم شيء يا بنات انكم تختارون القطع المناسبة لشكل جسمكم
علشان ما تصرفون هواية فلوس وبالأخير تبقى بالخزنة ما تقدرون تستخدمونها أو طلعت مو حلوة عليكم. فيفضل أنكم تعرفون هاي الأشياء البسيطة اللي أنا قلت لكم عليها علشان وقت ما تروحون وتشترون بالمحلات تعرفون أوكي هاي القصة تناسبني لا هاي القصة ما تناسب جسمي. وبالنهاية أقول لكم لبس اللي يعجبكم اللي تحبونه، أهم شيء تكونوا مرتاحين به عشان تكون عندكم ثقة وتقدرون تعطون وتبدعون بعملكم وين ما ترتحون. وراح أذكركم بنهاية هذا الفيديو، إذا ما تعرفون شنو هو شكل جسمكم فحطيت هذا الفيديو ترحون وتشوفونه وتشوفون القياسات الصحيحة لكم. أتمنى أنكم تشتركون بالقناة وتضغطون لايك وتشاركون حق هذا الفيديو حق صديقاتكم اللي هم جسم المثلث المقلوب. أشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة، كانت معاكم زهرة، في أمان الله، باي باي.